Aí uma coisa mais. Mais uma vez, né? Catabolismo ou anabolismo? دلوقتي احنا كنا حته لحمه كبيره تمام. اللحمه دي عباره عن بروتين البروتين ده هيخش جسمي هيحصل له الاول كاتابوليزم. طب يعني ايه كاتابوليزم؟ بريك داون اوف كومبلكس تو سمولر يونت. يعني ان انا اقسم صباعي ده لثلاث عقل بدل ما هو صبع على بعضه ده يبقى اسمه ايه؟ كاتابوليزم. طب امال ايه الانابوليزم؟ ان انا رح مجمع الثلاث عقل فوق بعض يطلعوا لي صباع. هو ده الميتابوليزم. يا اما يحصل كاتابوليزم يا اما يحصل انابوليزم. انت خدت حته الاحمر تمام وقاعد في البيت بتتفرج على التلفزيون تشرب كوبايه شاي ومنتخ ومشغل التلفزيون. دلوقتي هل انت بتعمل اي نوع من انواع المجهود؟ انت مريح. فبالتالي البروتين اللي في جسمك كله تمام مثال يعني البروتين كله هيتكسر الى يونتس اصغر. ايه هي اليونت بتاعت البروتين؟ امينو اسيدز. جميل جدا. راح كده مكسرين الامينو اسيدز اللي بيع اللي انا احكيه دلوقتي ده كاتا ولا انا؟ كاتابوليزم. طيب بعد كده رحت اي مره واحده وقلت لنفسك راجع او انت روح يعني العب كره مع اصحابك او خارج لسه مثلا اجيب شنطه جديده من محطه الرمل ده الموضوع عايز مجهود رهيب. طيب رحنا قايلين دلوقتي انت بتعمل طاقه تمام. فانت محتاج بقى الاكل اللي انت كنت واكله ومخزنه وانت واكله عشان ايه؟ شايله العوزه. طيب هي العوزه جت ايه؟ يحصل ايه بقى؟ انا ولا كاتا؟ انابوليزم. وتشيز بقى ايه هو الانابوليزم؟ ان الامينو اسيد يرجع تاني يتكون بصوره بروتين عشان ايه؟ يطلع لك بقى هو ده الميتابوليزم. اهو ده صوره تمام. ادي ايه هو الكاتابوليزم؟ ان حاجه كبيره حصل لها ايه؟ اتفتتت لكور او يونتس اصغر. بعد كده جاء عمليه الانابوليزم تاني ان انت الكور الصغيره خدتها جمعتها وطلعتها ايه؟ في شكل تاني. هنا ممكن حد يقول لي طب هو ايه؟ ما حدش واخد باله من حاجه في الصوره؟ الترتيب الله يفتح عليك. دي برضو ممكن تكون يعني معلومه ادفانسد شويه او قدام شويه تحطوها بس ساعات سيكونس ترتيب اليونتس ايوه سيكونس على ما يتقاسس مثلا ده البروتين ممكن يتغير في الانابوليزم على حسب احتياج الجسم ليه تمام؟ تعرفوها ان شاء الله السنه الجايه في البايو. في حاجه؟ النيوتريشن. النيوتريشن اللي احنا بنتكلم على الحيوانات هنقول ايه عن الحيوانات؟ النيوتريشن التغذية الحيوانات. الحيوانات بتتغذى ازاي؟ تمام. المهم يعني ان احنا ممكن في جمله جنرال نعممها على جميع الحيوانات لو اعتبرنا ان البني ادم خليه حيوانيه تمام. ما حدش يقول بني ادم حيوان ليه؟ لو احنا اعتبرنا ان البني ادم ده خليه حيوانيه فلما هنيجي نحط نفسنا مع الاكل في تصنيف الحيوانات هنقدر نقول ايه؟ ان موست انيمالز او اول انيمالز جت النيوتريشن بيحصلوا على التغذيه بتاعتهم عن طريق ايه؟ ايتنج اذر انيمال ولا اورجانيزم تبقى اصح؟ طبعا انتوا مش عايزينها ورا طبعا عشان تشرب ايه الفرق؟ تشرب انيمال بلانت. الله يفتح عليك. كلمة اورجانيزم كائن حي فتشمل النبات وتشمل الحيوان عشان انا عندي هيربيفور وعندي اوبنيفور وعندي كارنيفور. ايوه صح صح. اهي زي ما احنا شايفين للاسف بياكل مين؟
يعني اذا هنا عندنا ان الاسد عشان كارنيفور فبياكل اورجانيزم حيوان، حيوان صح؟ طيب لكن عندنا الكاو مالها؟ هيربيفور، فبتاكل اورجانيزم تاني خالص اللي هو ايه؟ بلانت. فهمنا الفرق؟ عشان بس ما تخلطوش ان ايه، عشان علم حيوان يبقى حيوانته بتاكل بعض خلاص. عشان برضه دي كان في ناس كثيره قوي زمايلكم وهم داخلين الكليه برضه استهتارهم بالماده عشان الماده صغيره وكان في الطعيم ويا عم كبر دماغك. وكان سبحان الله اكتر سكيشن الواحد يزوغ منها وهو في عينيه السكشن الزول ليه ما تعرفيش؟ الله اعلم. الناس عندها يعني وهم ان هي ده بيولوجي ثانويه عامه يا عم فكك، ده لسه طالع من الثانويه العامه يا عم. ما هو انت خدت صيدله قشطه يعني خلاص مش ليك انتوا كلام، انتوا اللي بتحضروا يعني، انتوا اللي بتلتزموا، انتوا اللي بتضحونا اللي بنزور الشباب اللي ورا. انا عارف انا بقول لكم ايه، ما تكتسوش تزور بمعنى نضرب تمام؟ التزور مستكشف مش هتجيبها انت خالص كده كده هتروح القهوه وكده كده هتعمل وهتلعب بلاي ستيشن وتعمل كل اللي انت عايزه. يعني انت ممكن تنظم وقتك في الكليه بحيث ان انت تعمل كل حاجه، ولو في حاجات يعني لو في حاجات مش في دماغك وجت مره واحده هتلاقي لها وقت. فممكن اللي عايز في الكليه بس طبعا مش في اعدادي، عشان انت في اعدادي لسه ما عندكش اي اكسبيرينس من الناحيه الفارماسيوتيكال، من ناحيه الصيدله انت ما عندكش اي اكسبيرينس، بس انت ممكن تيجي في ثانيه وعند ثانيه تقيله بس ممكن تشتغل وتحضر محاضراتك وسكاشتك وتذاكر وتلاقي واحده تتفسح وتلعب كوره وتعمل كل حاجه. بس هي الفكره كلها في تنظيم جيد الوقت. تمام؟ نرجع لموضوعنا. خلصنا النيوتريشن، نخش بعد كده على كنترول بروسيس. يعني ايه كنترول؟ التحكم. ليه الحيوان مش واقف بيعمل يعني اي حاجه؟ تلاقي رجل يمين ورجل شمال، دماغه بتلعب كده ليه؟ هو لازم يبقى في حاجه ظبطاه. هل هو على اليمين؟ يا ترى الموضوع ده راجع ان هو سوسك او كمالي؟ ولا مالوش علاقه؟ اكيد طبعا مالوش علاقه. كنترول بروسس، احنا عندنا دلوقتي اللي هيظبط عمليه الكنترول في جسمك او في جسم الحيوان عموما حاجتين، عندنا نيرفس كوردينيشن او تنظيم عصبي. طيب بما انكم عارفين التنظيم العصبي، هل حد عنده فكره التنظيم العصبي في جسمنا كم نوع؟ ايوه كده او بلاش، احنا عندنا كام نوع من النيرفس سيستم في جسمنا؟ اللي هم ايه بقى؟ واضح ان انتوا عارفين، احنا بنسمع بيقولوا ايه؟ طب ممكن حد عصبي لا مين قال زي ما الدكتوره قالت عصبي عصبي وعصبي غضي وعصبي عضلي؟ مين قال؟ ما قلتوش كده، دي انواع الخلايا العصبيه. لا انا قصدي مين يعرف يعني ايه اوتونوميك نيرفس سيستم؟ انت فين يا راجل من مصر؟ ازاي؟ احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا كلها نعرفه كلها ده يعني ده مش تقسيم اللغه لما نرجع للكلام اللي خدته كلها ده كلنا نعرف ان احنا عندنا ايه؟ سنترال نيرفس سيستم بيقول لك سي ان اس وعمال يختصر اللي هو ايه؟ البرين والسباينال كورد. لا ده اكتشفوا حاجه جديده بقى. طلع عندنا حاجه اسمها اوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو بتاع ايه بقى؟ اقول لك اهو بتاع ايه؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم ده اللي هو ايه؟ سيمباثيك والبارا سيمباثيك. هي مين اللي بيقول؟ انا ليه قاعدين مش بتجيبوا؟ يعني سيمباثيك وايه؟ وبارا سيمباثيك. طيب حد يعرف السيمباثيك ده بتاع ايه؟ ايه هذا؟ السيمباثيك ده بتاع ايه؟ بتاع الطوارئ اللي هم بيسموه عندنا كده ثلاثة اف فايت فلايت فرايت منتزين. ايه بقى البارا سيمباثيك؟ ده بتاع الانتخاب. بيسموه ايه بارا سيمباثيك؟ ريست اند دايجست. ايوه انت مش لما بتعلم بعد الفطار كده رامي دماغك على الكنب ورا تحس والناس تكلمك وانت مش موجود؟ ليه؟ عشان البارا سيمباثيك شغال بس اند دايجست.
مستنيه مثلا اللي هو ايه بطلوا الكلام ده اللي هو ايه بقى عندنا النيرفس كوردينيشن هو ده التنظيم العصبي اللي في جسمنا احنا جسمنا بيتنظم بسنترال نيرفس سيستم اللي هو المخ والعمود الفقري والبريفيرال نيرفس سيستم او الطرفي اللي هو ايه الاوتونوميك اللي هو التباسيتيك وايه والباراسيمباثيك عندنا حاجه ثانيه بتظبط برضه الموضوع مع الجهاز العصبي هرمون ريجيليشن او هرمون كوردينيشن تنظيم هرمون طيب ده بيتولد المسؤول عنه القدره تمام بس برضه بصوره او باخرى بيبقى الجهاز العصبي ليه تاثير على القدره فاحنا نقدر نقول ان الجهاز العصبي هو بنسبه 70% هو اللي بيعمل كوردينيشن او ايه الكنترول بروسيس طيب بس الهرمون ريجيليشن ده ليه دور ودور مهم بس افكتد او بيتاثر بمين؟ بالجهاز العصبي صح والله حد يرد عليا دي معايا؟ الريسبونس يعني ايه الريسبونس؟ الاستجابه لايه؟ ما هو راجل تاني برضه بتاع ايه؟ او ضد ايه؟ او تغيرات ما تنفعش تغيرات عندنا كام نوع من انواع الريسبونس؟ اثنين مش حاجه انا كاتبها قدامي اثنين ماشي احنا عندنا ثلاث انواع من انواع الريسبونس عندنا الافيتابيلتي والانديفيدوال ادابتيشن وبوبيوليشن ادابتيشن يعني ناخدها واحدة واحدة، إيه هو الإيريتابيلتي؟ بيقول لك ده do not require genetic action، يعني لو نقدر ناخد مثال الأبندكس زي الأدوية إن هو ريسبونس للتغيرات في البيئة المحيطة والعادات البني آدم، طيب الناس كانت مين؟ تاني نقدر نقول إن موضوع التمور الزايد الأدوية ده كنا بنقولها ليه عند البني آدم هل ده للتحليل؟ هل ده استجابه للتغيرات البيئيه المحيطه بالبني ادم على مر العصور؟ اكيد طبعا لان دكتوره دي دايه صح؟ لابسه طرحه سودا هي دي دايه ولا معانا؟ مركزه؟ لا اقولها لك تاني هل اللي حصل لزياده الدوديه اللي هي ما بقاش ليها استخدام هل ده يعتبر ريسبونس او استجابه للتغيرات البيئيه المحيطه بينا؟ اكيد طبعا لان الزايده الدوديه ابتدت ان ابتدت تحس ان ايه؟ الاكل اللي هي ربنا خلقها علشان ما بقاش يتاكل فبالتالي استخدامها ابتدى يقل فحصل ايه؟ ريسبونس صح؟ طيب هل انا اقدر عليه ده؟ اقول على ده ان ده محتاج جيناتيك اكشن ولا مش محتاج جيناتيك اكشن؟ ها طب ثانية اللي بيقول محتاج جيناتيك اكشن يرفع ايده طيب اللي بيقول مش محتاج جينيتك اكشن يرفع ايده. طب اللي مش بيقول حاجه خالص يرفع ايده. ما شاء الله هو دي الاغلبيه. انا بس طب قلت لك انت بتجرب على ايدك وبتقولي ان هو محتاج. مبروك كسبت معانا مليون جنيه. اكيد يا جماعه محتاج جينيتك اكشن. ايه طيب؟ لا مش سامع حضرتك. انا برضه مش سامع حاجه بس حاسس ان انا حضرتك انا مصدق جايبها لي ازاي؟ يعني انت محدش هيطلع على جنب انت طيب يعني الموضوع اكيد محتاج جيناتيك اكشن صح؟ علشان ما هو طيب لو مش محتاج جينيتك اكشن الناس اللي كانت بتقول مش محتاج لو هو مش متعرفين معناها ايه لو مش محتاج جينيتك اكشن مش هيتورث بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اتولد وعندي زايده دوديه شغاله وبعد ما تم 25 سنه عشان ما باكلش ورقه شجر ولا لو انا ما بحبوش هيحصل ايه بقى؟ النتيجه يحصل ايه؟ تكبر عندي لكن احنا بنتولد فيها اوريدي مالها ان اكتف مش شغاله فبالتالي ده محتاج ايه؟ جينيتك اكشن تاكس يبقى ممكن اقول على موضوع ضمور الابندكس او ضمور الزائده الدوديه ان ده انديفيدوال ادابتيشن ولا لا؟ ده انديفيدوال؟ هم
about population adaptation. دي حاجة حصلت على مستوى إيه؟ الجنس البشري كله. تمام؟ هل هي حصلت على مستوى حيوان لا قدر الله؟ الحيوان بقى هي الحيوان يعني. لا، هي حصلت في البني آدمين بس. تمام؟ وحصلت في البوبيوليشن لما الناس بعد العصر الحجري وبعد انقراض الديناصورات باربع خمس سنين الناس بطلت تاخد ورق شجر. مثلا البوبيوليشن اللي كان عايش ساعتها ابتدى يحصل له ايه؟ ضمور في الايه؟ في الابندكس. اذا فدي كانت حاله عامه ولا كانت حاله خاصه؟ عامه. اذا هو بوبيوليشن ايه؟ ادابتيشن. طيب مين يديني اكزامبل على انديفيدوال ادابتيشن؟ حد من الشباب اللي هناك بتوع البركه مثلا؟ دكاتره انديفيدوال ادابتيشن. Individual adaptation. أي حد؟ سوري. السامة حضرتك. لون البشرة. أو الأمراض الوراثية. ماشي، الأمراض الوراثية احنا موافقين عليها 100%. أرجع للون البشرة. لون البشرة قصدي كده بيظبط لون البشرة. يعني كلامك نصه حلو ونصه مش لسه مش متظبط. إيه بقى؟ أيوه، لا قولي، إيه بقى لون البشرة مالها؟ صح، لون البشرة. على حسب المكان، اصل كتان ان انا اروح اسمر في الشمس، هل ده قصدي؟ يعني لو انا مثلا حوالي لو انا طلعت يومين في الساحل ونزلت المايه فضلت لاقي نفسي في البسين فهرجع فحم سوريا، هل ده ري انديفيدوال ادابتيشن؟ ده قصدي؟ لا، انا هقول لك على حاجه. الناس اللي عايشه مثلا زي ما الدكتوره هنا بتقول، هو ليه انا امحي واللي في فنلندا ابيض قشطه واللي في بيجين اسمه صحفه؟ ليه؟ لان مثلا اللي في كينيا عنده منطقه استوائيه تروبيكي، منطقه استوائيه، فانت الشمس منها زي كده في الدش، انت بتاخد منها مش عارف كام سنتره عليه. طيب فده يعني ده اسمه ديفنسيف ميكانيزم. تمام؟ ان انت عندك البشره عندك قدرت تاخد ردود فعل او ريسبونسز تعمل بيها ايه؟ تحمي بيها الخلايا اللي تحت. عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي بتفرز كميه ميلانين عاليه، الميلانين ده اللي هو بيخلينا بيدينا لون، تفرز كميه ميلانين عاليه فبالتالي تحمي الايه؟ الخلايا اللي تحت الابيدرمز عندنا. تمام؟ فبالتالي هو اسود جدا عشان عنده ميلانين اكتر مني اكتر من كده. هل ده individual adaptation؟ اه طبعا. تمام؟ كان في اكزامبل تاني اتقال للامراض الوراثيه. تمام ماشي. لا وصلوا بقى المعلومه عشان ارانب من الهيمالايا. تمام. لا ده ما ينفعش individual adaptation. ليه؟ لان هل هو هيورثه؟ لا. انت عارفه ايه؟ طب كويس انك قلت المعلومه دي. انت عارفه ايه فرق بين الانديفيدوال والبوبيوليشن؟ الاثنين هيتورثوا. بس الانديفيدوال ده انا انا عندي سكر. لكن هل بعد الشر بقيت المجتمع كله عنده سكر عشان اجيب سكر؟ ايه المشاركه الوجدانيه في كده؟ ملهاش لازمه صح؟ لكن كلنا عندنا ضمور في الزايده الدوديه. صح ولا غلط؟ اللي عنده زي ما بيقولش هو يقول مش عارفين في المنهج كله غدار ودي حاجه
عشان هو بيجي اسئله غالبا في الامتحانات اخر سنه على داروين. ماله داروين؟ قال ايه؟ ايوه زي اللي انت قلت عليها مين؟ الزرافه. مالها الزرافه؟ ايوه ما كانتش طايله الشجره عارفه تاكل تشد 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 تاكل الشجره تمام؟ طب احنا عندنا جنريتيف بروسيس قدامي قد ايه لسه؟ جنريتيف بروسيس بتحصل في ايه؟ ان الاورجانيزم يزيد في السايز فده معناه جروث بمعنى ان انا من جروث انا كنت قد كده 11 سنه من كده دلوقتي كده الحمد لله ان انا واقف على كده بعد كده عندي او لو زاد في النمبر يبقى ريبرودكشن صح؟ ان العيله بتبتدي باب وام بعد سنه يبقوا واحد بعد اثنين يبقوا سبعه بعد سنه يبقوا 12 كده فبيزيدوا الايه؟ النمبر طيب ريسبيريشن هل الريسبيريشن ده من المانيفستيشنز اوف لايف؟ من الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان تطور الحياه بتكبر؟ اكيد طبعا طيب الريسبيريشن واحد في جميع كائنات الحيه؟ ايوه اللي بيقول لا ده مصحصح امال يعني انا ايروبيك وانا ايروبيك هوائي ولا هوائي صح؟ طيب انتوا طبعا اكيد خدتوا الايكويشن صح؟ ايه الفرق؟ ان اللي فوق ده ايروبيك ولا انا ايروبيك؟ ماشي بس عشان خاطر مشي ايروبيك يعني ادي صح لو قال لي بس مش ايه ايروبيك جلوكوز واكسجين يطلعوا لي ايه كربون دايوكسيد ووتر وايه صح طيب لكن طيب والانيروبيك جلوكوز برضه ما اختلفناش الدنيا كلها بتدي لي جلوكوز طيب بس هنا هيطلع لي ايه لا أي تمام لاكتيك اسيد او هو لاكتيك الاستر بتاعه واحد تمام؟ طيب مين اللي بيتنفس ايروبيك ومين اللي بيتنفس انيروبيك؟ تمام الفنجاي تمام الفنجاي الفطريات الجيز الخميره الخميره بتاعت الكتير دي ايه؟ بتنفس ايه؟ ده هواء الكربون دايوكسيد ما بتنفش صح؟ لكن احنا بنعمل ايه؟ احنا الاثنين امتى بقى الطبيعه بتاعت ايه؟ الرابط طب امتى بتبقى لها هواء؟ بسم الله ما شاء الله. بعد كده عندنا الايه؟ الاكسكريشن عمليه الاخراج. عمليه الاخراج هي اكيد اخراج حاجات الجسم مش عايزها او حاجات ضاره للجسم. تمام؟ زي ايه؟ كربون دايوكسيد تمام؟ والايه؟ والنيتروجين النيتروجين الزياده مش حلو طبعا تمام كربون دايوكسيد يعني انت اصلا بتتخلص منه بيبقى له اكسجين في عمليه الاكسكريشن ممكن عندنا كام طريق اكسكريشن الناس كلها